أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، اليوم جبت لكم وصفة ما بين المالح والحلو واللي هي لي كرواسون سكري سالي. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا العجين تاعنا نحتاجو 200 غرام فرينة، قرصان تاع الملح، فانيليا المرجان، ميتين غرام زبدة التوريق، ونجمعوها بمزهر. الوصفة مغيرة شوية على لاباط فويتي اللي مدارين نعملوها في المملحات نتاعنا. بسم الله. دونك انا راني وزنة كلش، نبدا بلاباط نتاعي. دونك ندير 200 غرام فرينة، قرصة نتاع الملح، فانيليا المرجان، نجيب ملعقة صغيرة، الوصفة هذه راح نعسلوها. نخلطهم ونجي نجمع بمزهر. هنا مازال تحتاج شوية نتاع مزهر. يعني بعد ما نجمعها راح ندخلها الكميه نتاعها نتاع زبده التوريق واللي هي نفس كميه الفرينه. وكما راكم تشوفوا هنايا عندي الحشو، بعد ما نحضر العجينه نتاعي عندي الحشو اللي هو نقدر نقوله لكم دركا. هيا نربحوا الوقت انا نجمع العجينه نتاعي ونقول لكم الحشو. عندي 3 كيلات لوز محمص، حمصوه يكون شويه خشين باش يجينا بنين، ونديروا لها كيلة نتاع سكر عادي، قرصه ملح وقرصه قرفه، ونجمعوها بمزهر ونديروا الحلبش نتاعنا عادي. دونك انا هذه لميتها، شوفوا جريتها شويه، ما تقولوش لي غاتي، صدقوني جربوها هكذا راح تسهل عليكم الخدمه. هلا دونك سي بون، نجمعها نحطها دون ان ساك ولا دون ان فيلم ونجمع ونغطيها. عفوا لازم نخليها ترتاح باش نقدر ندخل لها زبدة التوريق، وفي الوقت اللي ترتاح فيه نروح نحضر الحشو نتاعنا مع بعض. انا عندي هنايا كل شيء تراه موزون. دونك نعاود نذكركم، قلنا 3 كيلات لوز مرحي ومحمص، تقدروا تستعملوا اي نوع مكسرات تفضلوها، بكيلة نتاع سكر عادي، قرصة خفيفة نتاع الملح اللي ما نستغناوش عليها، مع رشة نتاع القرفة. ونبلوها بمزهر. يعني حتى نتحصلوا على ان بودا عادي كما نعملوا في الحلويات التقليدية نتاعنا، العرايش والكيكات. العجين تاعي راح نحتاج الفرينه، قلت لكم جريتها شويه زياده بالعاني ماشي غلطه، انا ما خليتلاش لو طون دو روبو اللي لازم، ميتوما في الدار يستحسن تخلوها 20 دقيقه باش تسهل عليكم الخدمه. دونك راح نحتاج شويه فرينه باش نقدر نحلها. نجيب الحلال، زبده التوريق تاعي، هادو ما تشوفوهمش، هادو ما راهم هنايا غير للتزيين. دونك بسم الله، عادي هنا زبدة التوريق تاعي اللي قلت لكم الكمية تاعها هي 200 غرام، كنت حليتها شوية وطريتها باش نسهل على روحي الخدمة. هذا ما نحتاجوش،
نجو نحطوها في الوسط ونغلقو. لازم نغطيو مليح الزبدة التوريق نتاعنا فوالا باش ما تخرجلناش. نسي نرفدها ولازم نضمن باللي زبدة التوريق ما تخرج، سينو راح تغلبني في الخدمة. نعاود ندير شوية نتاع الفارينة، نرش مليح ونبداو في التوريق نتاعنا. كي تحلو ما تحلوش بزاف، نقول ونعاود ونأكد باش ما تخرج زبدة التوريق نتاعنا. ونجو نديرو لو برومي تور هكذا، هي نورمالمون نخليها تريح باش نقدر نعمل لو دوزيام تور. حنا حنعملو مباشرة. دونك هذايا لو تخوازيام تور تاعي، انا نحلو بنفس الطريقة اللي عملت بها لي برومي تور، ونواصل بهذه الطريقه حتى نلحقوا 6 تور. ومن بعد نوزن الحشو نتاعي اللي كنت حضرته معكم 10 غرام، ونعاودوا نولوا باش نشوفوا الوصفه نتاعنا وطريقه التشكيل نتاعها. عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء باش نكملوا الوصفه اللي حضرناها مع بعضنا، اللي كانت ليميني كرواسون فوري باللوز. دونك لا بات فويت حضرناها مع بعضنا مقبل قبل الفاصل، انا خليتها تريح من بعد حليتها في اله التوريق من الرقم 1 2 3 4 حتى للرقم 5، يعني الرقم 5 يكون هو الاخير، ما تصوتيو حتى رقم. كيما راهي هنايا راهي واجده، نجي نقطعها على 2، يعني تحلوها هنايا حوالي 6-7 سنتيمتر، وعلى الطول تاعها حوالي 24 سنتيمتر باش يجيكم لي كرواسون تاعكم شابين. ومن بعد نقسموها على 2، ونزيد نقسم هذه على زوج. هذه جات معايا هكذا. نفتحهم نحطهم هنا، هذه نحيها ونبدا مباشرة في طريقة التشكيل. ندهنهم بالماء قبل خير باش يساعدوني. ونجيبو لا فارس نتاعنا، نحاولو ما نلحقوش الاطراف باش ما تخرجلناش العقده في الفرن، ونجيو نروليوهم كوم دي كرواسون يعني عادي. وهاوليك لو كرواسون تاعي واجد. راح تتسائلوا تقولوا في الاطراف كيفاش ما غلقتهمش، ما تغلقوهمش، راح يتغلقوا وحدهم كي يطيبوا. سي بات فايتي دونك الفاسو ديفلوبي، دونك راح يتغلقوا وحدهم. دونك انا نكمل هكذا، نحطهم في السنيوه تاعي يطيبوا على 180 درجه مئويه حتى لون يحمروا، مي قبل ما ندخلهم يليق تدهنوهم بالبيض وديروا له شويه فانيليا المرجان باش نحيوا الريحه نتاع البيض، ويطيبوا على 180 درجه مئويه وتخرجوهم. ما تعسلوهمش وهما سخونين حتى يولوا تياد، يعني يبردوا شويه باش نديروا لهم شويه العسيله نتاع المرجان. دوك نوري لكم انا عندي الحاضر، نقي برك لو بلون دو طرافاي تاعي، هادو راح نكملهم فيما بعد. الحلوه نتاعي هاي اللي كواجده، طيبوها مليح قد ما نحمروها قد ما تزيد لنا في البنه، بصح ماشي تحرقوها. شوفوا طياب تاعها راهو ما شاء الله، يعني الحبه نتاعنا. دونك هكذا انا نروح نوجد العسيله نتاعي.
هنا يعني ما نحتاجوش نغطسوهم كامل، لا راح نديروا لهم غير هكذا وهما دافيين، وإلا كانت باردة معكم تقدروا تدفيوا العسيلة نتاعكم. صدقوني بدون مبالغة كي نقول لكم البنة نتاعهم رهيبة رهيبة. عندكم للتزيين تحبوا تعملوا بيستاش مرحي، تحبوا تعملوا لوز إفيلي ولا كوكو إفيلي، ما تعملوا والو، الاختيار يولي لكم، المهم جربوا لي الوصفة هذه. أنا نكمل التزيين ونتلاقاو من بعد نشوفوا الوصفة نتاعنا جاهزة. اللي حضرناها لنهار اليوم راهي جاهزة، كانت الميني كرواسون سكري سالي، صدقوني أكثر من رائعة، وصفة مميزة ماشي مبالغة حقيقة. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتفرحوا بها نفسكم والعائلة نتاعكم. نتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.